صباح الخير يا هالة. صباح النور، صباح الخير مشاهدينا مباشرة من مقر الحدث اكسبو 2020 دبي مع قصة ريادة أعمال جديدة. مستشار مخضرم يركز على التكنولوجيا المالية وحلول البلوك تشين والرعاية الصحية وإدارة الابتكار. تقلد مناصب عالية في اي بي ام وقاد مشاريع في 23 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لإنشاء وتنفيذ استراتيجيات البلوك تشين الخاصة بهم. إضافة إلى ذلك فهو مؤلف مشارك لأول بلوك تشين في اي بي ام لمنهجية الحكومة، كما أنه ساعد في تحديد استراتيجية البلوك تشين الرسمية لمدينة دبي. ضيفي أنشأ مختبر الصحة الوطني للتكنولوجيا الناشئة لحكومة المملكة العربية السعودية. حالياً يعمل في المجلس الاستشاري لمعهد الابتكار العالمي وغيرها من المراكز المهمة. يسعدني أن أحاور في الاستوديو رائد الأعمال الفلسطيني الألماني صقر مشهور عريقات، وهو الشريك المؤسس والإداري لشركة ريدرمارك. صباح الخير صقر. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. ما شاء الله عليك يعني، وأنا بعتذر ما قلت كل شيء بالمقدمة عشان ما شاء الله اللي عملته والتغيير اللي أحدثته يعني يعني هذه ثورة التكنولوجيا، شيء جديد وحديث البلد، ومن الأول نبلش من كذا سنة وتقلدت كتير مناصب كتير عالية بآي بي أم. شو خطر عبالك تصير رائد أعمال؟ هلا أول إشي شكرا لكم وشكرا لتلفزيون دبي للاستضافة، وبشرفني إنه أكون معكم اليوم. هلا أنا فعليا انولدت على ريادة الأعمال. أنا أبوي الله يخلي لي إياه يطول عمره كان عمري يمكن 6 سنين لما حطني بدلة وحط لي المحرمة وأخذني معاه على أول اجتماع. نحن نوجه له تحية لأستاذ مشهور. شكرا لك. والله وبصراحة من وقتها عرفت إنه هي ريادة الأعمال هو اللي أنا بدي إياه. كان عمري 7 سنين أول مرة سويت صفقة، بعت بسكليت وقتها. كان عمري 10 سنين بعت أول سيارة، ولقيت أنه هو هذا الطريق اللي بدي أمشي فيه. بس اللي لاحظته أنه في إشي ناقص. واللي ناقص الستركتشر تبعت كوربريت زي اي بي ام. فأجيت بال 2008 على دبي وبدأت أشتغل مع اي بي ام كجراجويت كونسلتنت، وزي ما تفضلتي قعدت معاهم ل 13 سنة. اشتغلت معاهم 23 دولة وعشت معاهم بتسع دول. وأول السنة أسست ريدرمارك مشان تساعد الناس كيف يستخطبوا هدول الأفكار وكيف يمشوا في هدول الأفكار وننجحهم إن شاء الله. رائع جدا صقر، حضرتك خبير بعدة مجالات، يا ريت تعطينا أكتر هيك فكرة عن الأدوار اللي بتلعبها بالفنتك اللي هي التكنولوجيا المالية، والبلوك تشين اللي هي ما يسمى بالعربي سلسلة الكتل، وشو دورها وأهميتها بالمجتمع. هلا البلوك تشين راح اخليه شوي لجنب بيكوز اتس ا باشن اوف ماين، بس هو فعليا البلوك تشين بال 2014 لما سمعت عن هاي التكنولوجيا لاحظت انه في احتمال انه تغير العالم اللي احنا فيه. واذا بنطلع على الريبورتس اللي اليوم طلعت، احنا بنحكي عن يمكن 3 ل 5% راح يزيد الجي دي بي تبع العالم بس من موضوع البلوك تشين. صحيح. هلا البلوك تشين ملخص مفيد نفكر فيه زي ما بنفكر في الانترنت. نعم. الانترنت هو شبكنا للمعلومات. نعم. البلوك تشين راح يشبكنا للترانزاكشنز. نعم. وهي فيها هيوج باور. فبال 2014 لما بديت اسمع عن هذا الموضوع لقيت انه اهم شيء واكثر شيء انا بقدر افيد فيه الناس انه ازيد الوعي عن هذا الموضوع. وبفضل نعمه من رب العالمين من كوريا للبرتغال واني ثينج ان ذا ميدل سافرت وبديت احكي في هذا الموضوع، وهو اللي دخلني على موضوع الفنتك. رائع جدا. وكمان بالاضافه للفنتك وللبلوك تشين كمان حضرتك خبير بالهيلث تك والجوف تك، ما يسمى بالعربيه التكنولوجيا الصحيه والتكنولوجيا الحكوميه. خبرنا أكثر عنه. هلا بصراحة أنا ما بحب أقول عن حالي خبير، مشان أنا بآمن إنه أي حدا بيقعد وبيقرأ في موضوع. نعم. وبركز على موضوع بياخد الإكسبرينس الصح بيقدر يكون عنده إكسبرتيز. صحيح. فأنا بعتبر حالي حدا بضل يتعلم، بعتبر حالي حدا داخل في الموضوع from an educational point of view. الهيلث تك إذا بنطلع على الهيلث كير حوالين الدول is a top 3 spending item بالعالم. يعني كل دولة الهيلث كير الصحة عندها التوب 3 spending item على مجال الدولة. فاللي شفناه مع الحكومة السعودية انه في مجال نساعد الشباب السعوديين يطلعوا بأفكار يساعدوا الحكومة السعودية ويساعدوا الانفايرمنت اللي بالسعودية،
وأسسنا incubation hub, health tech incubation hub, نساعد الشباب ونستقطب الشباب ونساعدهم يطلعوا هدول المشاريع. هلا من ناحية الجوف تك كمان إشي كل واحد فينا بيستخدمه فعليا. كيف نستخدم التكنولوجيا مشان نقرب الحكومة للشخص؟ فإحنا اليوم هنا بنقدر نسوي كل إشي عن طريق الابليكيشن, عن طريق الانترنت. وطبعا هذا إشي كتير مهم وإشي ضروري إنه بنسوي فوكس على الشخص نفسه. صحيح. الحكومة بتقرب علينا وإحنا طبعا بنقرب على الحكومة, بس الحكومة فعليا قربت علينا لدرجة إنه كل إشي نقدر نسويه عن طريق الابليكيشن. رائع جدا. صقر, للمشاهدين اللي عم يحضرونا هلا وخاصه المؤسسات الناشئه ستارت ابس والانتربرينورز, شو نصيحتك لهم ليواجهوا اي صعوبات؟ ام شور لايك انت اكيد واجهت كثير تحديات, شو كيف لازم يواجهوا التحديات ويضلوا مقدمين وهيك متفائلين؟ هلا هو انت قلتيها, التفاؤل. التفاؤل يمكن هي اهم وحده. واحد لازم يكون متفائل ويستنى الوقت الصح. نعم. يعني أنا دخلت في الموضوع البلوك تشين فور إكزامبل بال 2014, بس لا قلت أوكي بدي أترك كل إشي وراي وأبدأ أفوكس على هذا الموضوع, صار بال 2021. واللي صار بال 2021 إنه زاد الانفستمنت في قطاع البلوك تشين 384% عن 2020. فإتس ذا رايت تايم. فهي هذا يمكن أول إشي, واحد يتفائل يستنى والرزق على رب العالمين أول على آخر. تاني إشي ويمكن هو أهم إشي, الفشل والخوف لازم نحضنه, لازم we have to embrace it. وعادي واحد يفشل وعادي واحد يخاف, بس المهم انه اذا وقعنا 8 مرات نقوم 9 مرات. صحيح. المهم انه الخوف بدل ما نخليه to put us down انه نستخدمه to lift us up, ما يحبطنا. هو بالضبط. نعم. هيك. ولاست بات نوت ليست, وهذا إشي كتير بآمن فيه, انه واحد يضل يتعلم. صحيح. ما يعني الدنيا اللي احنا كنا فيها اللي هو واحد بروح على الجامعة وخلص هذه هي التعليم اللي بنتعلمه, هذا كان يوم كان في قديم. نعم. الزمان. واليوم التعليم بجيبتنا, يعني الموبايل تبعنا بعطينا كل access to كل libraries حوالين العالم. فواحد لازم يضل يتعلم. صحيح. صقر, كيف بتحس اكسبو عم بمكن رواد الأعمال وعم يستقطب كل هالمواهب لدولة الإمارات العربية المتحدة؟ هلا اكسبو هو جمع العالم في الامارات. واذا بنطلع على الارب يوث هاب طلعوا ستدي بتقول انه معظم الشباب اللي حوالين الدول العربيه بالذات بحبوا يجوا على دبي مشان يحققوا احلامهم في دبي. اتس ذا لاند اوف دريمز. فاللي صار باكسبو اللي شايفه انا هنا انه في فوكس كتير على الانتربرينورشيب وكيف نطلع الافكار الجديده والابتكار. فهذا شيء كتير حلو. صحيح. صقر مشهور ورايقات, انا بدي اتشكر كثير وجودك معنا. شكرا. الله يخليكي. شكرا لك. شكرا على الاستضافه.